çak bir kibrit rolunu ver, ver ateşe. Omuzun da hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik, kendimize yönettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sende. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sende. قدرت الضابط قرار القبض على سامح وصل. خلينا نطلع فورا على بيت لميس او اخوها، اكيد هو بواحد منهم. يا خانم بكفي، مو من حقك ابدا انك تتدخلي، هذا مو شغلك. بتروحوا بتداهموا العناوين بنفس الوقت. حضرة الضابط، هنن بيكونوا بمطعم نجيبي هلا، يعني ما في حدا بالبيت. معناتها بتبعتوا دورية على المطعم كمان. طيب تحت امرك. انا ليكني رايحة على المطعم، وانت شو عملت؟ ما في خبر عن نهال؟ لا، يعني أنا ومرتضى رايحين لهنيك هلا، وأول ما نوصل بحكي معكم وبطمنكم. لوين بدك تروح؟ اتفقنا ما تتحرك قبل ما نحل قصة نهال. لا تطلع ولا تضل عم تتمشى بالطرقات، لا توقعنا مصايب، بكفينا اللي فينا. خليك قاعد ببيت أحمد. طيب حبيبتي، ما تخافي ما رح أجي، بس أنت لا تعصبي هيك ولا تنسي إنك حامل كمان، ديري بالك على حالك شوي. ليك لا تضحك علي بهالكلمتين. أنا ما رح أسمح لك إنك تيجي، اتفقنا؟ خليك ببيت أحمد. طيب ماشي، بس أنا كثير بحبك. عن جد غبي. منيح اللي شفتك على خير، اشتقت لك. فاطمة خانم، أهلا وسهلا. الواحد ما بيقول أهلا وسهلا بهالطريقة هي، ببوس الإيد. أهلا وسهلا، الظاهر إنك ما تغيرتي أبدا. لميس، تشربي كاسة شاي معه؟ أي والله ما بقول لا، صراحة أنا أجيت لأحكي مع بياعين العصير. بكرة رح نفتح المطعم صح؟ كل شي جاهز، نقعت الفاصوليا وجهزت الفطاير، يعني ما ضل غير نحطهم بالفرن. نحن جاهزين. ليش ما تعلمتي من هالبنت كيف تستخدمي أنوثتك مثلها؟ ضيع وقت على الفاضي، صح لميس؟ أنوثتي ناقصة شوي ست فاطمة، ما هيك؟ خليها تضل ناقصة، أنا وراي شي أهم بكتير. عطول حضرتك رح تضلي عم تلوميني ومو عاجبك ولا شي فيني. علمها شوية شوية خالي، رح تتعلم مع الوقت. أصلاً الكل مو موهوبين مثلي. حكمت يا ابني، بما أنك عم تنضرب على طول بهذا البيت، تعال عيش معي من اليوم ورايح. لا جدو، خليني مبسوط هون، بعدين بعد ما أخذ دورتي رح أجي لعندك، وعد. طيب، أنت مو من شوي كنت عم تبكي لأنه جوز أمك ضربك؟ أقسم بالله يا سيد سماي، أنا ماني سيء لهي الدرجة، أنا أصلاً عم بتعب كتير لحتى أمن للولاد عيشة منيحة، ولما بيتعقد كل شيء أعصابي بتتلف شوي، ومو بقصدي بضربه كف أو كفين من وراء قلبي، بس بندم بعد ما أضربه. إيه بس أنا ما بحب أضرب الولاد بنوب والله. إيه ما بحب، كل هذا من الفقر، أصلاً ما بفكرني رجال طيب كتير. مزبوط. لو ما كان طيب كان حط حكمة بمحل الباب، أمي تركتنا وراحت. وزوج أمي هو اللي واقف معنا. شكراً لك يا روحي. إيه يا جدي، أمي ما اهتمت فينا، بابا فكري اللي اهتم فينا وما بنقدر هالشي. لك أنت نور عيوني حكمة حبيبي. لك آه يا ريت كان عندي أكتر من هيك لحتى أقدم لكم إياه، كنت بتمنى، بس أكيد طبعاً بعد ما تاخد الورثة رح أهتم فيكم أحسن من هيك وحقق لكم اللي بتتمنوه. أنا مريض كتير ورح أموت عن قريب، لهيك بشوف نبلش في إجراءات الميراث بأسرع وقت. يا سلام. كفاك كفاك يلا. هات كفاك. غروغو أيوة جدي حبيبي.
بس أنا رح أعطي التعليمات للمحامي تبعي، رح يجي باستمرار مشان يتفحص البيت، ورح حط شرط بالوصية كمان، إذا أنتوا بترفعوا إيدكم على حفيدي بيحمل حاله وبيطلع من هذا البيت، والمحامي بيحق له ياخذ الورثة منكم ويعطيها لدار الأيتام. لا 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 لا، أنا ما رح أقرب على الأولاد، ما رح ألمس شعرة منهم من اليوم ورايح أبدا. تعا خليني بوس إيدك، خليني بوس إيدك. من اليوم ورايح هدول الإيدين بس رح يعدوا المصاري. افتحوا الباب. تعال معنا يلا. شو عم تعملوا؟ شو عم تعملوا؟ مرحبا، صحة وعافية على قلبكم. بدر انت شو جابك لهون؟ على اساس انك رح تضل ببيت احمد، شو جابك؟ طيب بدر لا ترد علي، بس ليش ما عم ترد على كلام مرتك؟ اسمعوا، انا ما فيني ضل هنيك اكثر من هيك، صرت عبء على احمد. معقول هالشيء يعني؟ انت شو بتقصد؟ شو قال انا عم بتضايقك؟ البنت انت سهره، شو دخلها هي؟ انت بتضل هنيك وهي هي اللي بتنقلع. ليكي نحن اجينا مشان نحكي عن موضوع تاني. اي مزبوط، وبدر بضل عندي بالبيت، لا تاكلي هم خلص. معقول يضل ببيتك؟ شو الفرق بين بيتك وبيتنا يعني؟ لا حدا يتحرك، كل يوقف مكانه. اهدوا لا تتحركوا، اهدوا اهدوا. سامح أكتر، تفضل معنا. جميل، طولي بالي. لو سمحت أكيد في شيء سوء تفاهم. طولوا بالكم يا جماعة. وأخيراً التقينا وش لوش. أنت اللي مخطط لهذا الشيء ما؟ رح أقلك ما رح تتهني كثير. روق لا تحلم كثير، انتهى كل شيء. كان ناقصنا غير نفوت على المخفر مثل الحرامية والمجرمين. مين هاي؟ آخ آخ يا فاطمة خانم، بابا ما كان يعرف الطريق للمخفر، وليك الشرطة داهمت مطعمه. انسوا صهرنا هلأ، شو صار بالزلمة الختيار؟ من شوي وصلته لآخر مرحلة وكنا رح نروح لعند كاتب العدل ونوقع على وصية. شو يا صار بابا معه؟ انت آخر واحد المفروض يحكي بهالأوقات، بس انت أول واحد عم يحكي هلأ. استنى شوي لنفهم القصة. أنا اللي لازم أحكي بالأول. شو احكوا واحد واحد. اسمعنا لك انا شو صار حصيت سمعي يا طيب تمام اسمحوا لي شوي. انت يا ست شفتي سامح أكتان قبل بيوم؟ ايه اكيد، كان مبارح هنيك بالمطعم. هي قبل ما تشوفي ابوك المرحوم او بعد ما شفتي يا ست نجيبه؟ ايه صح صح،
البابا شفته بالأول. لك شو عم يصير لك كمان؟ أبوك مات من سنين، شو صار لك نجيبة؟ شو أنت شفتي الشبح تبعه يعني؟ أبوك متوفي؟ إيه صح، بابا متوفي، بس هو قام من قبره وإجا لعندي لأني تركت مطعمه فاضي. بتصدق هالشي؟ سمير، الست نجيبة عم تحكي شلون إجا أبوها لعندها، وأنت أخذت كلامها بجدية وعم تكتب هالشي بالمحضر. والله رئيسك لا يمسح فيك الأرض، لا تكتب شي. هاي عم قلك ها؟ لك هاي مجنونة. هاي هلأ المهم بلا ما تكتب محضر، خبرني شو صار بالزلم الختيار، وين شلون بقدر لاقي؟ أنا لازم لاقي، أكيد لازم أخذه وخليه يوقع على الورد. يا سيد، أنا اللي بسأل بهذا المكان، هلأ ما عندي أسئلة إلك، روح على بيتك. طيب ماشي، شكرا محمود، انا رايح. فكري بيه كمان، انا بدي اروح معك. مو حلوه حدا من القرايبين او الجيران يشوفوني هون بالمخفى؟ بدي اروح انا كمان. طبعا طبعا، تفضل. هلا عنا، روح روح. لا لا صار. ليش مرتضى بيكون بالاخير دائما؟ انت اسالني شو ما بدك وانا رح جاوبك. ماشي، انت قدمتي افادتك؟ ايه قدمتها. قد ما كنت مزعوجه من اختك ما رح اقول شيء، لا تخاف. بس اذا عرف ابي انت يلي رح تبرر له هالشيء. احمد رح برر، ورح برر شي تاني كمان. كنت بتعرفي انه سامح أكتان عايش؟ لا ما كنت بعرف، عرفت قبل المداهمة بربع ساعة. و انتي بأي شهر حامل؟ نحنا لما تزوجنا انا كنت حامل اساسا، ولهالسبب تزوجنا بسرعة. ليش برأيك زوجك تصرف هيك؟ لانه نهال زوجته الاولى، يعني مرت زوجي السابقة، ما قدرت انها تتقبل علاقتنا من اساسا. صارت تهدد زوجي دائما بأنها تحطني بالحبس، ورح تعمل وثائق مزورة لحتى تعمل هالشي. هاي اتهامات كبيرة، في عندك دليل؟ لو كان في عنا دليل ما كان زوجي اضطر يمثل انه ميت. انت اخذتي التأمين على حياة زوجك، اذا كنت بتعرفي انه عايش وما مات فانت شريكة بالجريمة تبعه. لا انا ما كنت بعرف. ليك نحن ناس ما منفكر بهاي الطريقة ابدا. انا بالاساس عندي 5 اخوات وعم ربيهم، وهلأ أنا حامل بكم شهر. برأيك ممكن جازف وأترك كل هدول الأولاد وراي وفوت على الحبس وما في مين يدير باله عليهم؟ هاي مسخرة جميل. معقول يجوا يلقطوا المجرم فبيلاقوا الزلمة واقف عم بدردش مع شرطي من عنا؟ لا سيدي، صدقني المسألة ما أنا هيك. أنا يا دوب كنت فايت على المطعم مع أمي، وأول ما فتت لهنيك بالصدفة شفت هالرجال، وكنت ناوي أخده على المخفر. صارت المداهمة وقت جابوا لهون، هذا كل شي صار. هالحكي ما بيهمني، واسمع شو بدي اقول لك. اذا كان في لك دور بتخبايه هداك الزلمه فرح تنفصل فورا، وانت رح تتحول للتحقيق يا جميل. تحقيق شو؟ لا لا ما بصير سيدي، انا انت بتعرفني مزبوط. وهالقصه روح جميل روح، ولا بقى تحكي شيء، وبعد ما اهدى شوي تجي لعندي مشان نتفاهم. امرك سيدي. طيب ماشي، خلص شغلي معكم، فيكم تروحوا. تمام شكرا. شو جميل اللي شو صار معك؟ رح يطلقوا سراح بدر؟ لا ما صار شي عزيزة، هن أساسا أخذوه عن نيابة دغري، يعني محكمة أكيد. شغلته طويلة. شلون يعني؟ لا هو لساته صغير وبعز شبابه. الموضوع أكيد أنتو السبب، يلي بيعرفكم ما بيشوف خير بنوب. ليش نحنا شو عملنا؟ ليش عم بتقولي هيك؟ يا أمي بلا ما تتعبي هون، خليني أقول لأحمد يوصلك على البيت، هو خلص شغله. أحمد ممكن توصل أمي على البيت من بعد إذنك؟ اطلع على حالتك يا جميل، كنت رح تصير سجين بالمغفر اللي انت بتشتغل فيه بسببهم، ورح تخليني اغضب عليك. يا امي انا اصلا عندي شغل، بلا ما اسمع شي كم كلمه هلا من رئيسي. ماشي خلاص، يلا روحوا على البيت هلا انتوا، روحوا. يلا امي روحي. قول هالشي بسبب مين؟ مهبول. امي مشان الله. شرفت ونورت. تفضل تفضل اشرب شاي معنا. شكرا لكم.
أنا رح أعمل كل جهدي لحتى تنكشف كل عمايل الست نهال، وبتمنى منك أنه تتحرب بخصوص. لا تاكليهم، تقدر تكوني متأكدة أنه نحن رح نهتم باللي قلتي، وأنا شخصيا رح قابل النائب بأسرع وقت. بس في احتمال كبير أنه النائب يطلب يقابلك، منشان هيك خليكي قريبة، يعني بدي منك ما تسافري. طبعا طبعا، أنا هون أساسا بتشكرك كتير. العفو. شكرا. لميس شو صار؟ أنا أحكي لك شو رح يعمل؟ إيه رح يتحرب بخصوص نهال، وقال إنه رح يحكي مع النائب. بالمناسبة أنتي قلتي نفس الكلام مو هيك؟ بالصدفة شفتي بدر وقتها ما كنتي بتعرفي إنه هو عايش. طبعاً هذا اللي قلته، شو رح أقول غير هيك؟ بس يعني نحن لازم نتفق سوا هلأ على كل شيء. يلا أنت رايح مو هيك مرخبة؟ إيه طبعاً طبعاً، يلا خلونا نمشي لك. شكراً جميل، بشوفك. يلا أختي. طيب أنا هلأ لازم ضل هون، روحي أنتي. طيب جميل، بشوفك إن شاء الله. بهالطريقة رح تدفعوا ثمن اعتبارك وحدة مغفلة. شو عم بتقولي أنت؟ كلكن رح تفوتوا على الحبس واحد ورا الثاني لأنكن ساعدتوه ووقفتوا معه. شو ما عملتي ما رح تفرقي بيني وبين بدر. عن جد؟ بس أنا ماني شايفته جنبك هلأ. هو رح يطلع وأنتي رح تفوتي، رح ينكشف كل اللي عملتيه مع ثروت. وشو يلي مخليكي متأكدة هيك؟ رح تشوفي. رح نشوف إذا رح تضحكي لما تفوتي على السجن، لأنه الحبس صعب. أنتوا كتير مساكين. نحن مساكين، روحي شوفي حالك بالأول يا تافهة. يلا أمشي. أنتي مو عملتي كل يلي بدك يا، خليكي بطريقك. يلا الصغار عم يستنوا بالسيارة. لميس، ثروت شو علاقته؟ هنن عم بيحاولوا يرموا تهمة كل اللي عملوه على بدر وبس. شو عملوا أختي؟ حكوا مع الرجال يلي بيشتغل معهم ثروت؟ شلون رموا التهمة على بدر هيك ببساطة؟ والله مروة مو مبينة إلى كم يوم، يمكن إلها علاقة بهالشغلة. طبعاً أنا ما عم أحكي على الفاضي، واضح إنه ما رح يجي منا خير أبداً. طيب أحمد، بتصور ما عاد إلي شغل. طيب تعالي فوتي وأنا بوصلك بعدين. شو هالحكي هاد؟ شو بيفوتني على بيتكم؟ طيب مثل ما بدك، روحي وأنا بتصل فيكي بعدين. يعني أكيد لأ أحمد، أنا رحت على المخفر لأول مرة بحياتي وأنت بتعرف هالشي. الشرطة أخذوني من البيت مع أنه مالي علاقة بشي. إذا ما كنت رح تجي معي فليش أنا أجيت معك؟ كنت رحت من المخفر على البيت. ماشي. لميس، أنا رح روح مع إلي وبعدين بيجي المساء ومنحكي عن الموضوع. ماشي أحمد، أنت شو اللي عم تقوله؟ لوين رح تروحوا عائلتنا بهالوضع؟ ما عم بفهم عليك أختي. البنت وضع مكركب. ليش حتى يكون وضع مكركب؟ ليش شو صار عليها؟ بلا حكي فاضي، يلا فوت وخلصني لشوف. أحمد، ممكن تختار؟ يا أما بتجي معي، يا أما بتضل عم تسمع استغلال أختك العاطفي لإلها. إيه؟ استغلال عاطفي؟ شو أنت غبية شي يعني يا بنت؟ يا أنت جد بشي؟ احكي معي بطريقة منيحة. اسكتي، شوفي الحالة اللي صرتي فيها بس لأنك قدمتي إفادة، وأنا زوجي بالحبس هنيك، عائلتنا بوضع رهيب جوا. لك هاي وحدة ما بتعرف شو يعني عائلة. شو أنتي غبية شي؟ شوفي حالك أنت شو عم تحكي. إلي خلص بقى روقي شوي. أنا ما رح أهدى ولا شي، أنت عم تفهم؟ ما رح أهدى ولا شي. أنا مليت أسمع بهادل من هاي المرة. ليك يا أما بتجي معي، يا أما ما عاد تشوفني بالمرة. القصة هيك صارت. ايه بالضبط، هي هيك بكفي بقى. طالما هي المرة موجودة بحياتنا ما في مستقبل لعلاقتنا. عم تفهم شو عم قول؟ اختار بيناتنا. فظيعة. طيب انا ما بترك اختي بهي الحالة، فهمتي؟ ما بتترك اختك بهالحالة، بس بتتركني مو هيك؟ اخي شو عم تقول هاي؟ ماشي. ايه ماشي ماشي يا احمد، مثل ما بدك. نحن خلصنا، ما في شي بيناتنا.
تمام. شبه هاي أحمد، شو هاي غبية لما شو قصتها؟ أنت وياها كرهتوني حياتي كلها، ما نكون معقولين يا. لك أنت شو بدك في هالبنت الهبلة هاي؟ أحمد. عن جد أختي رح يحطوك بالحبس مشان مصاري التأمين اللي أخدتيها، هادي اللي قالته عزيزة. لك شو هذا الحكي اللي عم بتقولي؟ أنا ما قلت هيك بنوب. مو قلتي لي رح يحبسوا أختك بسبب أبوك؟ ما في شي من هاد يا ابني، شبك انتو فهمتونا غلط. الموضوع رح ينتهي لما ندفع لهم المصاري. هن بدهم المصاري يعني، رح تخلص الشغله لما ندفع لهم وما في شي. طيب وش رح نرجع لهم اياهم؟ ما بعرف والله، انا شو بيعرفني هلا الا ما نلاقي شي حل. نحن كل عمرنا منلاقي حلول، فاكيد رح نلاقي حل اليوم. لا تفكروا بهيك شغلات، شو لكم علاقة؟ روحوا شوفوا دروسكم وخلصوا وظائفكم، يلا تحركوا امشوا. شو بو أحمد شو صاير معه؟ ليش فات وضرب الباب هيك؟ تركوا هو وإلن من شوي. اها مشان ليش؟ غريبة وتافة، بنت ما عندها توازن، وحدة غبية. هو ماله مضطر يتحمل هيك تفاهات منا ابدا. طيب وانت لا دقي حالك على كل شيء كمان، احمد شاب ذكي وبيعرف يتصرف. ان شاء الله هو رح يضل قوي، بس لما بشوفه زعلان والله بزعل كتير، يعني هو ما بيستاهل بنوب. انت عم تدوري على فرصه لحتى تزعلي لميس، تركيه. ايه لا تاكلي همه لهالدرجه، انت حامل، تعي نعمل اكل بيكونوا الاولاد جاعوا. يلا أخي مرتضى، نحن لازم نلاقي شي محامي شاطر، شو نعمل؟ إيه المحامي، أنا حكيت مع محامي الحارة، مشان موضوع الأمار تبعي، هو مستأجر عند الخال مؤمن، خليني أحكي معه إذا كان بدك. ها؟ والله بيكون منيح. هو بيطلب دفعة دغري؟ يعني بيطلب مبلغ بسيط بس بيحل الموضوع، بينحل. إيه منيح. قومي روحي عادي هنيك وأنا بعملها. عزيزة تعي لنرتب الطاولة. حبيبي أنت تعال عندي يا روحي. أحمد يلا أخي خذ كلك لقمتين قبل ما تنام. أحمد ليش حطيتهم؟ ما بيصير تضل بلا أكل بعدين بتمرض. أختي أنا ضليت هون مشانك، بس مو مشان تعتني فيني. إذا كنتي بحاجة لشيء قلي لي، بس خليني قاعد لحالي هون شوي. تمام؟ طيب إذا كان بدك هالشي، أنا كنت مفكرة أنه أنت جوعان. انت هيك عم تحسسني بالذنب احمد. لا تحسي بالذنب ماشي، هي ما انا مشكلتك بنوب، ليش تزعلي؟ هي مشكلتي الي انا. بكره رح روح على المطعم بعد الجامعه لساعدك، واذا بدك كمان بحكي انا مع محامي ماشي. وشك وعيونك بكفوني وما بدي شي بنوب، يعني احمد نحن مين قلنا غير بعض يا اخي؟ ما قلنا. أنا كنت مفكر إنه كان قلنا بوقت معين. على كل حال ما في داعي للحكي وتوتير الأعصاب هلا ماشي؟ أنتي نامي وارتاحي ولا تاكلي همي بنوب. لوين رايح؟ طالع شم هوا. طيب بس كل لقمتين أحمد. رح شم هوا وإجي خلاص. لوين راح أحمد أختي؟ طلع يشم هوا، نام أنت. لميس شو رجعنا للأول مرة تانية؟ جميل راح وبدر راح، نحن بقينا لحالنا. ليش رجعنا للأول؟ نحن منتابع من مطرح ما وقفنا، ما حنستسلم بنوب. رح نفتح المطعم دغري. عن جهد؟ رح نفتحه طبعا دغري؟ رح نفتحه، ليش لنستنى؟
شو بيعرفني؟ فكرت انك ما رح تهتمي بعد اللي صار مع بدر. بس نحن هلا بحاجة المطعم عزيزة. ليكي انا رح روح بكره لعند بدر وارجع، تمام؟ بزوره وبعدين بنفتح المطعم دغري. طيب لكن انا رح في بكير كتير، يعني بحدود الساعه 5 او هيك شيء تقريبا. روح على المطعم لحتى حضر الاكل، لانه مثل ما بتعرفي لازم نقدم للتجار شوربة الصبح، مو هيك احسن؟ شو بقول يا بنت، يعني رح نصير اصحاب مطعم مو عزيزه؟ يا رب دخيلك تطلع بوشنا هالمرة. C'est mon sens, dos ilul, her mevsimde turma gül. Hayat inan çok kısa, belki çıkmayız yaza. Hayat zaten çok kısa, belki çıkmayız yaza. Boş vermişim, boş vermişim. Boş vermişim dünyaya, ağlamak istemiyorsam. Sen de boş ver dünyaya, ağlamak istemiyorsam. Sen de boş ver dünyaya. Boş vermişim, boş vermişim, boş vermişim dünyaya. Ağlamak istemiyorsam. Sen de boş ver dünyaya, ağlamak istemiyorsam. Sen de boş ver dünyaya. Dersin görmüşüm rüya, hayat bir gün bitecek. Dersin görmüşüm rüya. Boş vermişim, boş vermişim. Boş vermişim dünyaya, ağlamak istemiyorsam. Sen de boş ver dünyaya, ağlamak istemiyorsam. Sen de boş ver dünyaya. Boş vermişim, boş vermişim, boş vermişim dünyaya. Ağlamak istemiyorsam. Sen de boş ver dünyaya, ağlamak istemiyorsam. Sen de boş ver dünyaya. يا أخي مشان الله، مين رح يجي لهالمطعم مشان ياكل؟ كل الناس هون بياكلوا ببيوتهم. ليلاس ليش هيك عم تقولي؟ هون في كتير معامل وفي عمال، يعني بيوتهم مو قريبة ليروحوا ياكلوا وقت يجوعوا. انتي رح تروحي لعند بدر اختي؟ رح روح بعد ما وصلكن، ليش عم تسأل؟ خدي هي اعطيها. يا روحي انت. ها وقف وقف. أهلين حبيبتي، كتير اشتقت لي. عادي لشوف، لازم ترتاحي. أنت منيحة؟ ضايقوك كتير مبارح؟ أنا تمنيت اتصل فيكي بس ما قدرت لأنه ما سمحوا لي. ليكي أنا رح أتحمل كل شيء، وأنت لا تخبري حدا بأي شيء، ماشي؟ مشان ما يضغطوا عليكي بسبب موضوع التأمين كمان. أنا ما عملت شيء، لا تاكل هم، كل شيء منيح، وفتحنا المطعم كمان. أخي مرتضى رح يشوف محامي ويوكله، هو بيكون عم بيحكي معه هلا. لا لا ما في داعي للمحامي، هالشغلات بتكلف، رح يكلفوا لي محامي من عندهم، لا تاكلي هم. بدر شو هالحكي هذا؟ بتعرف انه المحامي مهم؟ انت لا تفكر بشي، بس بدي اياك تفكر كيف رح اعصب عليك لما بدك تطلع من هون. انا نزعت كل شيء بعرف، يعني جبتك لهون وانت حامل. لا بقى تقول هيك، ليش نحن شو عملنا؟ خلي اللي عملوا يفكروا باللي عملوا. انت عملت حالك ميت وما سمعت كلام مرتك، قلت لك لا تطلع، ما سمعت شو عم قول. اللي صار صار، هالشي ما له مهم، رح تنحل. يا ريت سمعت كلامك وما وقعنا بهالمصيبة كلها. مو مشكلة، لو سمعت كلامي يمكن ما كنا اليوم سوا وما يصير عنا بنت. حبيبي أنا اليوم شفت بنتنا بالحلم. بتعرف هالشي؟ ما أنا قلت لك أنا رح تكون بنت، شفت شلون؟ أنت ما صدقتيني. بس لسه مو أكيد هالشي، بكفي تكون الخلقة تامة، أنا صامدة بقوتها أو بقوته. وانت عمل هيك، اتفقنا؟
للأسف هدول حملوني كل جرائم أبي. عرفت يلي حقق معي هو اللي قال. بس رح تنحل لا تاكل هم، الظاهر هن صدقوني. هو رح يحكي مع النائب ورح يتابعوا الموضوع دغري. أنا بحبك يا روحي. وأنا بموت فيك. بظن إنه الزيارة خلصت. أنا رح أجي بكرة ماشي، لا تاكل هم، ورح أجيب المحامي معي لتتعرف عليه. خلاص وقت الزيارة، مساجين لبرا. أهم شي هلأ ديري بالك على حالك وقولي لعزيزي ما نطعميكي أي شي نيو، لا تحملي شي تقيل لأنك حامل ماشي؟ إيه لا تاكل هم. إيه آه بدر استنى استنى، ليك في شغلة هي فيكو بعت لك إياها، أنا هلأ تذكرتها. رح أترك لك إياها بر. ماشي يا روحي. يلا تحرك. وأنا كمان حبيبي. رح يفتحوا معك تحقيق بسبب يلي عملوه، ورح تخسر شغلك كشرطي، ولسه بتقلي عزيزة معقول؟ أمي دخيلك، لا تحكي هيك حكي ولا تصديها بوشي من عند الصبح، أنا ما رح أخسر شغلي كشرطي، ماشي؟ الكل بيعرفوني كتير منيح مفهوم؟ رح أطلع بريء، لا تاكلي هم. تطلع بريء قال، وأنت رح تكون نهايتك هي الحبس مثله، شغله لمخك، أنا ما بدي هديك البنت اسمعي. شو هالحكي أمي؟ طيب، أنا رح أتزوج عزيزة إذا وافقتي ولا ما وافقتي، يلا لشوف. اعملي اللي بدك اياه. يعني انت رح تدوس على كلام امك وتتزوجها؟ اذا عملت هيك بغضب عليك والله، واذا انا غضبت عليك فما رح تقدر تتهن ولا تقول ما قلت لك هالشي. ما بصير تدعي علي لاني ما عم بغلط بشي، اسمعيني رح لاقي طريقه لحتى نجتمع فيها سوا ماشي. لاخر مره رح اسالك انت موافقه ولا لا. شو شو قلتي؟ ما رح اقوله لا. اي شو صار لك امي؟ اي امي جميل ظهري كثير عم يوجعني. ظهري رح اموت. وشو دخل ظهري؟ يا الله دخيله. الو جميل. عزيزه ليكي ما بعرف شو صار لامي. شو صار؟ ظهرها صار يوجعها هيك فجأة، يعني أنا ما فهمت. عم تقول ظهرها عم يوجعها وما عم تقدر توقف وظهرها منحني، ما فهمت عليها. أنا عم أقول اطلب الإسعاف، أنت شو رأيك؟ يا ترى أنت رح تسأل عزيزة لما بدك تفوت على الحمام كمان؟ عيب أمي. شو هالحكي اللي عم تقولي؟ إيه عزيزة شو رأيك شو أعمل؟ أنا صار لازم روح على المخفر، تأخرت على دوامي. اسمعها شوي وقلي، يعني ظهرها تشنج هيك وبدون سبب؟ إيه يعني كنا عم نتجادل شوي. هذا بسبب العصبية، وهالشي نفسه كان يصير لابن حماي كمان، كان الزلمة ينطعش ظهره ويصير مثل الطابة فجأة. أنا لحالي يعني لميس مانا هون، وبس توصل أنا فورا رح أجي لعندكم ماشي. أعمل لها شوية مساج على ظهره بهدوء ماشي، ما رح يضل فيها شي، وخليها تتسطح على بطنها وجيب منشفة سخنة وحطها على ظهره ماشي. فهمت علي؟ بتقدر تعملها؟ إيه فهمت عليكي. قلتي لي منشفة سخنة، طيب ماشي. وانا شلون بدي سخن هاي المنشفه لحتى تصير سخنه؟ يعني شو قصتك جميل وعم تسال عن هالشي كمان؟ حط عليها مكوايه ماشي. يلا بشوفك باي. طيب رح اعملها ماشي، يلا مع السلامه. الزلمه وشه اصفر وتعب بيوم واحد مرتضى، لكن انت جيب المحامي وتعال. طيب ايه هلا انا بالمطعم بشوفك. لميس شو صار؟ شو بدر تعبان؟ حالته تعبانة بس رح يتحسن. مرتضى رح يجيب المحامي الجديد ويجي، رح نشوف شو بيصير. لوين رايحة؟ على البيت مو؟ لا يا بنت، حماتي ظهرها تشنج ورح روح لعندها. يعني هي طلبتك؟ لا، جميل اتصل ومتلبك كتير، فقلت لحالي خليني روح. طبعا روحي، شوفي شو بدها. ايه ليكي انا سخنت الاكل ماشي؟ مع انه لسه ما حدا اجى لهلا. طيب ماشي، رح يجوا لسه الوقت بكي، رح يجوا الظهر، انت لا تشغلي بالك. طيب اتصلي فيني اذا صار شيء. طيب. باي. باي. أهلا وسهلا أختي. قلي قديش حقه صحن الفاصولية؟ 10 ليرات. إذا رز مع لبن وخيار قديش بيصيروا؟ ولا شي، هذا أول يوم لقلنا، لهيك كل شي عنا ببلاش. رح طعميك لحتى تشبع، هيك منيح؟ بس ما بصير اختي، عيب. لا شو هالحكي، اقعد. حذر شو؟ نحن بنعطيك اكل ببلاش وانت بتعملنا دعايه للمطعم
وهيك نكون خالصين. شو رأيك صفقة يعني؟ بيصير، وبحكي لك كل اللي بيعرفون عنكم وبمدحكم. تمام اتفقنا. رح جيب لك فاصوليا ورز وغيره. في مخلل؟ تكرم عيونك. تشرفت كثير بمعرفتك حبيبتي. شكرا كثير. مع السلامة. كثير ظريفة هالبنت، حبيتها كثير. من وين بتعرفيها قلي؟ شكلها مو كثير مبسوطة، كأنها عم بتمر بمرحلة اكتئاب، يمكن من شان هيك قصت شعرها قصير. شو هالحكي ماري؟ شو بيعرفني؟ كل المكتئبين بقصوا شعرهم قصير مو؟ الكل هيك بفكر بس يشوفوا شعري قصير، بس أنا هيك حبيت أعمل لوك جديد. بهنيكي، يمكن لأنه ما عندي الجرأة إني قصه هيك غرت منك. لا تبالغي أنت الثانية، قصي ولا تفكري بحدا بنوب. لا تردي عليها كذابة، ما بتقدر تقص 2 سنتي من شعرها بنوب. ليش لا؟ إذا أنت حابة تقصي شعرك قصي، حابة تصبغيه بأي لون تاني كمان صبغي. برأيي لا تهتمي رأي الناس بالمرة، أنت كوني على طبيعتك وبس. كتير ظريفة هالبنت. تشرفت. وأنا شرفت بمعرفتك. يلا بيستأذن. أهلا حبيبتي. لاحظتي قديش لطيفة ولذيذة؟ ايه كتير لطيفة، شو بدك بالحكي؟ كتير لعبت للقصة عن جد. سلام، كيفكن شباب؟ سلام. في عندكن حل لماري؟ ايه صح، من شان الله. شو رأيكم اني قص شعري قصير كتير؟ انا حابة كتير قصر بس ما عندي الجرأة، مشان هيك حابة اخذ رأيكم. انصحوني. انا برأيي كل فترة نغير شيء، شو رأيك؟ ايه تمام، لكان خليني قصه. عن جد كتير حابة غير شكل، شو رأيك؟ ليش لا؟ بلا ما تقصي شعرك إلين، أنا بشوفه هيك أحلى. ماشي موافق. عن جد كتير حابة غير شكل، شو رأيكم؟ إلا كان من قصه كلنا. أحمد شو عم تعمل؟ عم تعمل ما أول بلد يا شباب. تركوني يا عمين، يا أحمد 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 يا أحمد. اسمعني ولا بتشيل إلي من راسك. بعدك يا جماعة، تركوني، بعدوا عني، بعدوا عني عمينكم. خلاص أحمد. شو هاد؟ اللي أنت جنيت شي؟ أي جنيت أستاذ؟ أنا جنيت. روح، ما بدي أشوف وشك هون. خد إجازة، بركي بيرجع عقلك لراسك. وإذا ما حد انتبه لتصرفاتك من يوم رايح بتنسى شغل هون وبأمريكا كمان. فهمت شو عم قول؟ تفضل. شكرا. لميس؟ ها ليكو. أهلين أستاذ. أهلين فيك. الأستاذ محسن المحامي اللي حكيت لك عنه. تفضل اسكب لك أكل. يسلموا، خلينا نحكي بالشغل أول بيكون أحسن. طبعا. ايه انا حكيت له عن مشكلة بدر، بس بدنا نعمل له توكيل ليبلش بالقضية. ايه فهمت. انت شو رأيك، ممكن زوجي يطلع براءة؟ سهل كتير. والله جد؟ ايه تمام، اذا هيك لكان بكرة منروح لعرفك على زوجي بدر بالسجن، شو رأيك؟ طبعا لصة محلولة. فهمت صحيح. يعني بصراحة أبوه لبدر ومرته الأولى عم يشتغلوا ضده، وهن الناس كتير خطيرين. مرته كانت نائب سابق وهي كمان محامية بنفس الوقت، يعني مشان تكون بصورة الوضع. الوضع صعب ولهيك، يعني شو رأيك بيمشي الحال؟ محلولة محلولة. ايه فهمت. بس في شيء تاني لازم انه اقول لك اياه، يعني خلينا نتفق من الاول، يمكن ما نقدر ندفع لك اتعابك فورا. يعني بس يبلش المطعم يشتغل وان شاء الله بس يطلع بدر من السجن بندفع لك. محلولي حتى هاي محلولي. ايه طيب، معناته انا رح اقوم جيب لكم كاسه ممكن شاي. ممكن طبعا طبعا. مرتضى بدي اياك تشوف شغله جوا. ايه خليني اشوف شو بدها. محلول. شو ما سألته بيقول لي محلولة، ما رتحت له بالمرة. ليك والله ما رح يطلع له أبدا مع نيهان. لميس أنا ما تركت محامي وما حكيت معه، بس المصاري اللي معنا ما بتكفي حق ورق الدعوة لحالي. والله بالزور لأقنعته لهاد كمان. هذا الموجود يعني شو بدنا نعمل؟ ايه شو بدنا نعمل؟ على قولته محلولة، إن شاء الله يحلها يا رب. محلولة إن شاء الله.
الزلمة ثقة خلص لا تخافي خبرة يعني اطمني خلص بحلها خدي بقى انتو شو عم تعملوا هون؟ سمعنا انه بنت فكري السكرجي فتحت مطعم نجيب واجينا نتأكد من الخبرية مزبوط ولا لا؟ قلني لشوف ايه مزبوط تفضلوا عدو ايه مبروك اهلا وسهلا شو عم تعمل هون سيد محسن؟ شو يعني مرتك ما طبخت لك اليوم؟ محلولة انا جاي بشغل غريبة اشي تاني غير محلولة لا بيقول صباح الخير ومساء الخير وهيك شغلة أحمد أهلا وسهلا حبيبي حط لك تاكل جوعان؟ لا ماني جوعان أنا جيت لحتى ساعدكم قلوا لي شو أعمل؟ شو بدكم مساعدة؟ بدك تساعدني عن جد تعال الحقني على المطبخ مسيح كيفك مرتبط؟ أنا منيح فوت إيه بشو بدك يعني ساعدك؟ أغسل الصحون؟ هذا اللي بدي إياه مو أنت بدك تساعدني؟ لميس يلا وقع خلينا نخلص لميس ليش عم تعملي هيك؟ بكفي بقى حاش تضغطي علي ليكي موضوع الجامعة خلص انتهى ما في أمريكا أحمد شو هالحكي شو يعني ما في جامعة؟ ليكون ما بدك تداوم بالجامعة انت جنيت شي؟ لميس شو متوقع يعني؟ آه شو؟ شو صاير؟ لا تتدخل مرتضى انت شو كنت متوقع؟ كيف بدي روح على الجامعة وشوف إلين وما أقدر حاكيها كيف رح تزبط هي اه؟ فهميني انت جنيت شي حبيبي أحمد؟ مشان الله شليلي هالأحلام من راسك بقى شليها زوجك قاعد بالسجن والله أعلم بعد كم سنة رح يطلع وانت لسه بتقليلي أمريكا كأنه ما في شي صاير مين بده يساعدك لبين ما يرجع زوجك مين؟ قليلي مين في؟ قولي لشوف أنا موجود هون تمام؟ رح ضل ساعدك ورح ضل هون جنبك بس هاد كل شي فيني أعمله لميس لا تضغطي علي أكثر لو سمحتي بعيد الحقه مرتضى الحقه بلا ما يصير له شيء روقي ما في شيء تركي لحتى يروق خلص لك ما سمعته هو قال ما بده يبعد عن إلن وما في روحها لأمريكا عجبك هالحكي يعني بترجاك خليه وقع على المنحة مرتضى بلا ما يضيع مستقبله بكفي ترك الجامعة هون على أساس هو بيسمع مني يعني ما عم بيرد علي جرب معه انت الله يوفقك يلا مرتضى مشان الله طيب خدي هاي لميس هاي الطلبات خليهم يدفعوا بالأول رح شوفهم